اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman dan dengan rizkimu aku berbuka. Dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang.